يجب عليه أن تكون له طبيعة خيرة، طبيعة طيبة يدخل في كل عمل خير. الله سبحانه وتعالى يدخر له هذه الخيرات، يعطيه عزة في الدنيا ويعطيه صيانة في الدنيا، لأن أعمال الخير تدفع كما في الحديث 90 نوعا من أنواع ميتة السوء. ميتة السوء يعني واحد يغرق بالبحر الأسماك تاكله، ولا يعثر إلا على هيكله العظمي، أو لا يعثر على ذلك، هذه ميتة سوء. ميتة سوء يعني والعياذ بالله الطباخ يشتعل واحد يحترق إلى أن يموت، هذه ميتة سوء. ميتة سوء واحد نقل لي قبل أيام أنه رجل أصيب بدنه بالدود، يعرفه ذلك الرجل، الدود هو حي يشوف الدود في لحمه، ودوه إلى المستشفى، أهل أخو شردوا منه لأنه يقولون هذا المرض خطير، وعالجوه ما فاد العلاج، بعدين مات في المستشفى فألقوه في الشارع، وأهله ما استعدوا أنه يجون ويحملون جنازته خوفا من هاي ميتة سوء. ميتة سوء واحد نقل لي قبل أيام يقول شفت واحد إجاني ساد رقبته يريد يتكلم صوته مو مسموع، قلت له شبيك صديقنا كان، يقول ففتح هذا الشيء شفت أنه بقدر أسفل الاستكان ثقبوا هذه المنطقة لمرض فيه ما يقدر يتكلم، ويقولون أن هذا المرض لا يعيش معه الإنسان، يعيش أيام قليلة ثم يموت. عمل الخير يعطي للإنسان عزة في الدنيا، يدفع عن الإنسان آفات الدنيا، والأهم من ذلك لعلكم تفلحون.